بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الأعزاء، كنا نبدأ موضوع هندسة البرمجيات. هندسة البرمجيات إحنا بنعرف هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة كيميائية، هندسة غذاء، ولكن هندسة البرمجيات موضوع قديم جديد وإله تاريخه وإله مواضيعه الكثيرة الكثيرة. هالوقت صار له ناس يعني تتخصص بهندسة البرمجيات. بدنا نبدأ محاضرة اليوم بالتعريف، ما هي هندسة البرمجيات؟ يعني المواضيع اللي بدنا نغطيها أسئلة وأجوبة حول هندسة البرمجيات. Frequently asked questions about software engineering. الموضوع اللي بعده professional and ethical responsibility، اللي هو المسؤولية المهنية والأخلاقية لهندسة البرمجيات. Software engineering، إيش هو software engineering؟ إحنا بنسمع وبنحكي هندسة برمجيات هندسة برمجيات، إيش هي هندسة البرمجيات؟ المقدمة هنا بقول لك the economics of all developed nations are dependent on software، يعني تعتمد اقتصاديات جميع الدول المتقدمة على البرمجيات. More and more systems are software controlled. هالوقت يتم التحكم في المزيد والمزيد من الأنظمة باستخدام السوفتوير. يعني هالوقت السوفتوير دخل في السيارة، دخل في الطيارة، دخل في أي مكان، دخل في شاشة التلفزيون سوفتوير، دخل في الجوال، دخل يعني البرمجيات هي أساس. Software engineering is concerned with theories, methods and tools for professional software development. يعني هندسة البرمجيات تهتم هندسة البرمجيات بالنظريات والأساليب والأدوات لتطوير اللي هو البرمجيات المهنية. Software engineering expenditure represents a significant fraction of GNP, gross national product in all developed countries. يعني تمثل نفقات هندسة البرمجيات جزء كبير من الناتج القومي الإجمالي في جميع الدول المتقدمة. طبعا software costs، ما هي تكاليف البرمجيات؟ غالبا software costs dominate system cost and cost of software on a PC are often greater than the hardware cost. يعني دائما ما تهيمن تكاليف البرامج على تكاليف النظام. تمام؟ طيب الكوست غالبا ما تكون تكاليف البرنامج على الجهاز الكمبيوتر أكبر من تكلفة الجهاز نفسه، الهاردوير أكثر من هذا. يعني البرمجيات تكلفتها أكثر من اللي هو المعدات. عندنا هنا يعني مش يمكن أنتم مش حاسين فيها، لأنه بنعمل داونلود له وبنعمل له كراك وبنخلص من هالموضوع، ولكن في الدول الثانية لا، ما فيش كراكات، يستخدموا الأوريجينال، والأوريجينال سوفت وير بيبقى غالي. سوفت وير كوست مور تو مينتين ذان ات داز تو ديفلوب. يعني احنا ما تكون غالبا ما تكون تكاليف البرنامج على قلنا تكاليف سوفت وير كوست on a PC are often greater than the hardware cost. Software costs are more to maintain than it does
to develop for systems with a long life. Maintenance costs may be several times development costs. إيش يعني؟ تكاليف البرنامج أكثر من الحفاظ على تطويره. تكاليف البرنامج أكثر من تطويره. بالنسبة للأنظمة، شايف كيف؟ ذات العمر الطويل، تكاليف الصيانة عدة مرات، بتكون عدة مرات أكثر من اللي هو تكاليف التطوير. صيانته يعني بعد احنا ما نكتبه. Software engineering is concerned with cost effective software development. تمام؟ تهتم Software engineering is concerned تهتم with cost effective software development. تهتم بتطوير البرامج الفعالة من حيث التكلفة. يعني بدنا احنا برامج فعالة، تكلفتها عالية ولكن فعالة، بتعمل منيح، بتشتغل، إلها سعر في السوق. أسئلة؟ كيف إيش الأسئلة احنا بدنا نسألها عن اللي هو هندسة البرمجيات؟ إيش اللي ممكن احنا نسألها؟ اللي أي واحد ممكن يسألها، أي واحد ممكن يقول لك What is software؟ إيش هو اللي هو البرمجيات؟ إيش هو البرنامج؟ software شو هو البرنامج؟ تمام؟ إحنا بنكتب برنامج، إيش هو؟ What is software؟ What is software engineering؟ ما هي هندسة البرمجيات؟ What is the difference between software engineering and computer science؟ ما الفرق بين هندسة البرمجيات وعلم الحاسوب؟ What is the difference between software engineering and system engineering؟ ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظام؟ تمام؟ What is software process؟ ما هي عملية البرمجيات؟ عمليات البرمجيات. What is software process model؟ نموذج عمليات البرمجيات. تمام؟ كمان What is cost of software engineering؟ ما هي تكاليف هندسة البرمجيات؟ What are software engineering methods؟ ما هي تكاليف؟ ما هي أساليب هندسة البرمجيات؟ ما هي أساليب هندسة البرمجيات؟ طيب What is CASE؟ CASE هنا Computer Aided Software Engineering، هندسة البرمجيات المدعومة بالحاسوب أو الكمبيوتر. تمام؟ What are the attributes of a good software؟ ما هي صفات؟ ما هي خصائص اللي هو البرنامج الجيد؟ What are the key challenges facing software engineering؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه هندسة البرمجيات؟ هذه كلها أسئلة إحنا بنسألها، لا لأنه ما بنعرفش ولا إشي عن اللي هو هندسة البرمجيات. طيب ناخذ واحد واحد ونحاول نعرفها، ما بدناش احنا بدنا ناخذ واحد واحد ونحاول نعرفها. طيب What is software؟ ايش هو البرنامج؟ Computer programs and associated documentation، هو البرنامج والمنتجات الدوكيومنتيشن الاوراق تبعته. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market. يعني البرودكت المنتج تبع البرامج او البرنامج ممكن احنا نطوره ل كاستمر معين، لشخص معين، او ممكن ان هو ل جنرال ماركت، يعني اللي هو السوق العام. سوفت وير برودكتس ميبي، يعني منتجات البرمجيات ممكن تكون جينيريك او بيسبوك. جينيريك يعني عامه، او كاستم اللي خاصه. جينيريك يعني ديفلوبد فور to be sold to a range of different customers، يعني لا عدة، يعني احنا بنشتغلها لعدد من الناس، كثير من الناس. خاصة developed for a single customer according to their specification،
انا بطور برنامج بيجيني كاستمر او شخص بقول لي اكتب لي برنامج يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بيديني كل التفاصيل، بقعد معاه بقول له ايش بدك اياه التفاصيل اللي بدك تستخدمها وهكذا. تمام. وات السوفت وير انجينيرنج ما هي؟ اللي هو هندسة البرمجيات. Software engineering is an engineering discipline which is concerned with all aspects of software production. يعني هو تخصص هندسي يهتم بجميع جوانب إنتاج البرامج. تمام؟ Software engineers should adopt systematic and organized approach to their work and use appropriate tools and techniques depending on the problem to be solved, the development constraints and the resources available. يعني إيش؟ يعني ينبغي على اللي هو مهندسي البرمجيات اعتماد منهج منظم ومنهج لعملهم. تمام؟ لإيش؟ use appropriate tools لاستخدام الأدوات المناسبة and techniques والتقنيات المناسبة بالاعتماد على المشكلة اللي احنا بدنا نحلها. the development constraints والتحديات والقيود اللي هو الإنمائية والتطويرية and the resources available والموارد المتاحة كمان. هذا software engineering. What is the difference between software engineering and computer science؟ تمام؟ إيش الفرق بين اللي هو هندسة البرمجيات وعلوم الحاسوب؟ هندسة البرمجيات is concerned, computer science is concerned with the theory and fundamentals. Software engineering is concerned with practicalities of developing and delivering useful software. يعني كمبيوتر ساينس يهتم بالنظريات والأساسيات theory and fundamentals، ولكن software engineering بيهتم بإيش؟ يهتم بالتطبيقات العملية للتطوير وتقديم برامج مفيدة. Computer science theories are currently insufficient to act as a complete underpinning for software engineering. يعني نظريات علوم الحاسوب حاليا غير كافية لتكون بمثابة دعامة كاملة لهندسة البرمجيات. تمام؟ طيب. What is the difference between software engineering and system engineering؟ تمام؟ ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم؟ تمام؟ System engineering is concerned with all aspects of computer-based systems development including hardware, software and process engineering. ولكن software engineering is part of this process. تمام؟ System engineering، تمام؟ System engineering هنا يهتم بكافة جوانب تطوير الأنظمة المعتمدة على الحاسوب والتي تتضمن الهاردوير الأجهزة سوفتوير البرمجيات بروسيس انجينيرنج هندسة العمليات. تمام. ولكن سوفتوير انجينيرنج هو جزء من هذه العملية. System engineers are involved in system specification, architectural design, integration and development. يعني مهندس النظام، تمام، بيشاركوا بالسيستم سبيسيفيكيشنز مواصفات النظام، architectural design تصميم المعماري، integration تكامل النظام، deployment نشره ووضعه في السوق. What is the software process؟ خليها احنا software process اريحكم شوي ونخليها للمحاضرة الجاية، ونراكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.